كم من المرضى الذين هم بحاجة إلى العلاج في الخارج جراء حالاتهم الحرجة واحتياجاتهم لتدخل طبي توفوا بسبب إقفال معظم المطارات في اليمن وعدم قدرتهم على تحمل مشقات وتكاليف السفر لمطار سيئون بشرق اليمن أو العاصمة عدن المؤقتة. حتى لو تقبلوا تكاليف السفر المرتفعة فإن المشقة منه تجعل المرء يفكر مجدداً، هل يستحق الأمر ذلك المجهود الكبير؟ في رحلة محفوفة بالمخاطر والصعاب، خطر الاحتجاز والتقطع وتلك القصص المروعة من ابتزاز وسرقة ورشاوي لا متناهية، هل يستحق الأمر ذلك المجهود؟ المسافرين للعلاج من المحافظات عبر مطار سيئون، كيف ضاعفت الحرب عناء سفرهم؟ موضوع حلقتنا لليوم، نعيش معاناتهم ونطلع على مشقات رحلتهم. أستاذ علي، مطار سيئون الدولي ما هي الخدمات التي يقدمها للمسافرين؟ طبعا مطار سيئون الدولي هو واجهة البلاد خصوصا في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. مطار سيئون يقدم خدماته بصورة مستمرة لكل أبناء الجمهورية اليمنية دون استثناء. جاهزية المطار على مستوى جيد، استمرارية العمل دون كلل أو انقطاع رغم شحة الإمكانيات، إلا أن المطار يقدم خدماته بصورة متميزة متمثلة في كل الخدمات المطلوبة للمسافرين من تسهيل إجراءات سفرهم. موجود الكادر الأمني، موجود الكادر المدني، موجود الكادر الصحي، كل الاحترازات والاحتياطات المطلوبة متوفرة. أيضاً تقدم الخطوط الجوية واليمنية والخطوط الأخرى خدماتها بصورة مبسطة وميسرة للمسافرين. الحمد لله رب العالمين، كل الوحدات المدنية والفنية العاملة في المطار تعمل بصورة منسجمة ومتناغمة مع بعضها البعض لتقديم أجمل الخدمات للمواطنين خصوصاً في الظروف الصعبة التي يمر بها البلاد. نعم، هناك جهود وهناك اهتمام كبير من معالي وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد، وكذلك من الكابتن صالح سليم بن نهيد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وكذلك قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ محافظة حضرموت اللواء الركن رئيس سالمين البحسني، وقيادة السلطة المحلية بالوادي والصحراء ممثلة بالأستاذ عصام حبريش الكثيري. اهتمام مطار سيئون، قيادات السلطة المحلية ووزارة النقل والهيئة العامة للطيران تأتي على أهمية هذا المطار بما يقدمه في هذه الظروف الصعبة. مرفق سيادي، طبعا هناك اهتمام كبير من الموظفين والعاملين في المطار. عملنا على أن لا ينقطع العطاء للمسافرين ولأبناء هذه المنطقة. مطار سيئون حاضر في كل الظروف، مطار سيئون موجود، مطار سيئون يقدم خدماته بصورة متميزة، ونتمنى أن نقدم الأفضل والأفضل وأن نتنافس على تقديم الخدمات المميزة للمسافرين عبر مطار سيئون الدولي. نعم، سمعنا سلفا أن مطار سيئون هو المطار الوحيد الذي هو قيد التشغيل في الجمهورية، وضح لي الأسباب. الحقيقة أن المطارين المفعلة الآن بصورة كبيرة هي مطار عدن الدولي ومطار سيئون. صحيح أن مطار سيئون كان سباك في الفترة الماضية خصوصا عندما انقطاع جائحة كورونا وانقطاع الرحلات إلى أول مطار في الجمهورية استقبل العالقين والمنقطعين، وهذا يشهد به الجميع، واستمر فترة كبيرة. دخول مطار عدن أيضا في الفترة الماضية كان حاضر ومتميز. الحقيقة المطارات هي تكون خدمة للمسافرين، نحن فخورين أن نحن قدمنا خدمات ولازلنا نقدم خدمات في تعاضد وتكامل بين المطارات، وإن شاء الله تزول الغمة عن البلد وتفتح جميع مطارات الجمهورية اليمنية بما يخدم المواطنين وما يخدم أبناء هذه الجمهورية. ما هي العوامل التي أغلقت أغلب مطارات الجمهورية اليمنية؟ طبعاً ظروف الحرب واضحة،
ولا تحتاج إلى تفسير. هناك أزمة مرت بها البلاد من حرب وإغلاق كثير من المطارات، ولكن وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني تعمل دون كلل على فتح جميع المطارات، ولا شك أن جميع المطارات ستفتح عند انتهاء هذه الأزمة وعند انتهاء هذه الحرب التي طالت والتي عانى منها أبناء الجمهورية اليمنية. كيف ضعفت الحرب اليمنية معاناة السفر إلى الخارج؟ بإغلاق المطارات، بعدم توفر إمكانيات كاملة للتعليم، للعلاج، للعيشة بشكل عام، بكل حاجة حولنا. من تحملين مسؤولية هذا القرار؟ والله أحمل أول شيء الشعب، لأنه إحنا ساكتين على أي حاجة تحصل لنا، وأي حاجة تحصل إحنا موافقين عليها بدون أي اعتراض، ما حد يعترض. ما الذي جعلك تقطعين كل هذه المسافة إلى سيئون للسفر؟ والله عشان أنا كنت أقدم فيزا، وبرضه ما تساعدناش بالفيزا برا مصر، عشان يعني في مصر علشان قالوا ضروري من بلادك تقدمي، وطبعا في بلادنا أنت عارف ما فيش سفارات، قطعت السفر مرة ثانية ورجعت لسيئون. ماذا يفعل المريض الذي لا يمكنه تحمل تكاليف السفر إلى الخارج؟ هذا موت بطيء، لأنه بيتحمل الآلام، بيتحمل الأوجاع، أو أنه بيروح عند دكاترة صح متخصصين، لكن بسبب عدم وجود إمكانيات يعني لهم رواتب أو معيشة أو كل شيء يعني بشكل عام، فما يعني ما بيعالجوش العلاج الكافي اللي هو يعني يستحقه. ماذا عن تكاليف السفر إلى سيئون وتكاليف السفر إلى الخارج؟ كم يحتاج؟ والله يحتاج مبلغ، يعني مثلاً كعيشة يحتاج تقريباً 10,000 دولار، هذا عشان تعرف تعيش يعني كريم عزيز في بلاد مش بلادك. غير تذاكر السفر غالية يعني جداً، بسبب كمان ضغوطات عليهم، ويعني يكلف السفر لوحده يمكن 600 دولار عشان التذكرة، كمان صعب تحصل حجز بسهولة. كيف ضعفت الحروب معاناة السفر إلى الخارج؟ والله بالنسبة للحروب هي سببت معاناة بالنسبة للمواطنين بشكل عام. أولا ساهمت في انتقاص السلع الدوائية بالنسبة للناس، الإمكانيات بالنسبة والأطباء، فكثير من الأطباء هاجروا وراحوا إلى دول أخرى، وده إضافة إلى صعوبة الآن السفر إلى الخارج نظرا لإغلاق بعض المطارات. فكان يجدر بالحكومة أنها توفر توفر سبل للمواطن تخفف من عانته في هذه الأمور بالنسبة للعلاج. ما هي الرسالة التي توجهها لأصحاب القرار الذين أقفلوا المطارات؟ والله أتمنى منهم أنهم ينظرون إلى معاناة الناس. هم بالنسبة لهم المطارات مفتوحة 24 ساعة، متى ما جاء في أي وقت يطلع، لكن بالنسبة للمواطن اللي يتحمل ويتكبد عناء السفر من بعض المحافظات إلى محافظات أخرى، توصل مسافة النقل من 6 ساعات إلى 8 ساعات، وبعضهم 4 ساعات و5 ساعات، برضو مشقة في ناس ما تقدر تقولهم في لها. نطلب من السلطة المحلية ونطلب من الأخوة أصحاب القرار بأنهم يفتحون مطارات بالنسبة خاصة بالنسبة للمناطق المحررة اللي هم يدعون أنها محررة وأنه ما فيها مشاكل يعني إن شاء الله. تقريبا كم كلفة السفر إلى الخارج؟ أصبحت كلفة السفر إلى الخارج الآن في الوقت الراهن مهولة، نظرا ليش؟ لتدني سعر صرف العملة بالنسبة لنا، ونظرا لأنه الخارج يتعامل بالعملة الصعبة، تمام؟ فبالتالي أصبحت التكلفة كبيرة على المواطن، في كثير من الناس ما يقدرون يسافرون، وكثير من الناس ماتوا بسبب عجزهم عن السفر للخارج. ما هي الوسائل التي ستخفف من معاناة المسافرين؟ أولا بدرجة أولى اللي سوف تخفف من معاناة الناس المسافرين، أولا بدرجة الأولى على السلطة المحلية الالتباه والالتفات إلى الجانب الصحي في المحافظة، في المحافظات وفي الجمهورية بشكل عام، تمام؟
رفض الكادر الطبي بكوادر طبية خارجية خاصة في الفترة الحالية من أجل تحسين المستوى الطبي في المحافظة، ثم بعد ذلك فتح المطارات للأخوة والسعي في تقليل الصرف مشان المواطن يقدر اللي ما استطاعوا إلى علاجه في الجمهورية ينتقل إلى الخارج للعلاج في الخارج إن شاء الله. ما الذي جعلك تقطع كل هذه المسافة إلى سيول؟ اضطرار للسفر للعلاج. لو ما العلاج للخارج ما اضطررنا إلى السفر إلى سيول ومن سيول إلى الخارج. لو كانت الدولة موفرة لنا الإمكانيات الموجودة في ولو حتى 50% من الإمكانيات الموجودة في الخارج كان الواحد تعالج في بلده وعند أهله أحسن له. أرقام كبيرة، مصاعب أكبر، معاناة تزداد يوما بعد يوم، كل هذا من أجل أبسط الحقوق، رعاية طبية جيدة وجسم صحيح. ولكن ماذا نقول؟ كيف ضاعفت الحرب معاناة السفر إلى الخارج؟ أنت شايف كيف وضع البلاد صاير بعد الحرب؟ المطارات شايف أكثرها أو أغلبها تسكرت، ما في حالياً غير مطار سيئون، ومن قريب فتح مطار عدن، والطيارات محصورة جداً جداً، العملات كمان أنت شايف كيف عندنا الصرف يطلع وينزل، ما في شيء ثابت، فالله بيعين. ما هي الرسالة التي تقدمينها لأصحاب القرار الذين أغلقوا المطارات؟ عليهم بتوسيع أول شيء، أول خطوة أنه الطرقات، أنت شايف كيف الطرقات وكيف الدنيا والنقاط والناس، فعليهم توسيع وفتح المطارات علشان الناس، في ناس مرضى ما تقدر تيجي مثلا من مكلل سيئون مسافات كثيرة، من عدن للمكلل في مسافات كثيرة. ماذا الذي جعلك تقطعين كل هذه المسافة إلى سيئون؟ في مطار مفتوح في المكلل علشانها، أنت شايف أنه ما في غير حاليا مطار سيئون ومطار عدن، فضروري أقطع 7 ساعات 12 ساعة علشان أجي وارجع تاني مره للمكلة. ما هي الوسائل التي ستخفف من معاناة المسافرين؟ الوسائل انه تكثير الطائرات، فتح المطارات، فتح مطار الريان اللي وجوده زي عدمه، كمان مطار صنعاء، في معنا مطارات كثيره بس محصوره حاليا مع الوضع مش عارفه ايش. ماذا عن تكاليف السفر الى سيئون ومن سيئون الى الخارج؟ جدا غاليه. انا حكيت لك كمان انه المطار بعيد بعيد، فمسافه بعيده اول شيء يتكلف مسافه انه السفر الداخلي ومسافه الخارجي، والله يعين صراحه. كيف ضاعفت الحرب اليمنيه صعوبه سفر الى الخارج؟ الحرب أدت إلى معاناة كبيرة لليمنيين، لا أستطيع أشرح لك المشاكل والمعاناة التي نعيشها في ظل هذه الحرب. التنقل من المدن حتى نصل إلى مطار سيئون معاناة شديدة، نمشي من مناطق حرب مشتعلة، ألغام، مشاكل كثيرة. هذه أهم شيء، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف تذاكر الطيران، تكاليف التنقل من محافظات الأخرى، لعدم وجود مطارات مفتوحة قريب إلى هنا، مشاكل كبيرة جدا. كم تكلفة السفر إلى سيئون ومن سيئون إلى الخارج؟ بحسب المحافظات القريبة والبعيد من سيئون تختلف، وبعد بالنسبة للخارج ارتفاع تذاكر السفر مرتفعة جدا، وبالنسبة للتكاليف في الخارج حسب الظروف الشخص وحسب نوعية العلاج أو السفر، نوع السفر الذي بيسافر من أجله يفرض عليها رقم معين في المصاريف، تزداد أو تقل. ماذا تقول لأصحاب القرار الذين وقفوا المطارات الأخرى؟ الحرب، من أشعل هذه الحرب يتحمل درجة أولى مسؤولية كل المعاناة التي تعيشها بلادنا. من أشعل هذه الحرب هو يتحمل المسؤولية بالكامل، وعلى جميع الأطراف أن يسعوا إلى السلام. كيف ضاعفت الحرب اليمنية معاناة السفر إلى الخارج؟ المضاعفة ما إشكا إليها إلا أرحم الراحمين، المضاعفة قوي ومباهظ غالية. السفر للخارج التكاليف حق تذكر يعني تقريبا $1,000 ذهب وإياب من غير التكاليف الأخرى. أما من جهة المطارات، فالمطار شوف دالحين إحنا نبغى لنا يمكن دالحين مسافة لنا يومين جايين، ونبغى يومين دالحين راجعين من هنا من سيئون إلى صنعاء. فالصراحة الحرب يعني خلانا ندفع ثمن غالي.
وعلى الناس كلهم الصغير والكبير. الناس معاني، نحن شفنا ناس في مصر يعني حالة إشكالها يعني بكثرة، اللي هم مكسرين، اللي معوقين، الناس يا رحمة الله. فوق ذلك اشتي يبغى يسافر ما يلقى له، بس سعيدة ولا الخطوط اليمنية يعني ما يحتاج كويسين، بس المدارات مغلقة، الحرب يعني سوى لنا أزمة، سوى لنا اختناق فيها ناس. الحين أنا شفت ناس حالات تعبين، من ما جالهم سقطة، جالهم مدري إيش جالهم، في ناس مضطرين واجدين. وعلى كل حال، ماذا تقول أصحاب القرار الذين وقفوا المطارات الأخرى؟ يقول يفكوا لنا المطارات، ويفكوا للشعب اليمني، ويفكوا للإغاثات، ويفكوا للناس، الناس الشعب يعني على حافة الانهيار. فنحن نطالب بالمطالبة لخامة عبد الرب منصور أن يفكوا لنا ويفكوا لليمن، اليمن على شك أنه منهاره، والناس حالتهم يعني ما يحتاج، والناس دارين، والناس كل واحد لو تسأل أي واحد يقول لك إحنا برضه إحنا بنروح السعودي مغتربين. ما هي الوسائل التي ستخفف من معاناة السفر إلى الخارج؟ فتح المدارات، فتح المدارات. إن إذا الحين بيكلفك تبغى بدون قول الحين بتسافر مرتين ثلاث مرات، لكن المدارات لو فكت بدون قول إذا الحين ما يحتاج، بدون قول زي ما لا صنعاء خلاص بتروح صنعاء ساعة وأنت في بيتك. الحين نبغى لنا إحنا من هنا يومين لو ما نسى صنعاء. كم تكلفة السفر من منطقتك إلى سيئون ومن سيئون إلى الخارج؟ تقريبا 200 دولار الحين ذهاب لا صنعاء، و200 يعني حدود أقل حاجة ألف يعني 500 ريال ذهاب إياب من هنا، ومن هنا إلى مصر دفعنا من 1000 دولار، هذا اللي بس حق التذاكر، ولكن الله يعين. نزاعات سياسية تزيد الأعباء على المواطنين، من مرض يهلك الجسد، طريق طويل مليء بالمناغصات، نطاق أمنية تخلو من الأمان، رشاوي وابتزازات متوقعة خلال ساعات وأيام السفر، أعباء تضاعف معاناة المرض وذويها. في برنامج أحوال الناس وضعنا مسؤولية توصيل أصوات المسافرين من المناطق الأخرى عبر مطار سيئون على عاتقنا. نسأل متخذي القرار وجميع الجهات المعنية، كم من مريض يئن من الألم الآن لأنه لم يستطيع السفر إلى الخارج؟ وكم من نفس ارتقت لباريها قبل أن تجمع تكاليف السفر؟ مدن كبيرة بلا مطارات، طرق عسيرة طويلة خالية من الأمان، تذاكر بأسعار خيالية، مواطنون يستسلمون للمرض بانكسار. على من تقع المسؤولية؟ أجيب على هذه الأسئلة، لكن بإذن الله هناك فرج قريب، وما بعد العسر إلا يسر. إلى اللقاء.